تسمعوا هشام جيراندو في اخر مغنات كيتهم عنده باش تعرفوا السيد شنو هو اللي ضارو في قلبه حقيقه. اسمعوا. عندي واحد السؤال، شي واحد فيكم الله يرحم الوالدين يجاوبني عليه. هذا السؤال هذا بغيتي نعرف شكون المسؤول على الادرع الاعلاميه في المغرب. دوله عندها تاريخ ديال 12 القرن عاطيه المسؤوليه الاعلاميه للناس لا مستوى لهم. ضروري شنو معتمدين؟ معتمدين الاكاذيب، معتمدين التخلويط. كي مره كيخرجوا لك شيخه، مره كيخرجوا لك واحد عنده ما عرف 100,000 متابع ولا باش يهضر، باش يدافع على دوله بمؤسساتها وادرع اعلاميه بالاستوديوهات ديالها بالويل لك حلب الدعم. كيخرج واحد يوتيوبر شنو فراس مالو تليفون كيمسح بكم الارض، ماشي عيب عليكم؟ على الاقل خذوا ناس عاقله، ناس وازنه، ناس كتعرف تجاوب، كتعرف تهضر، وناس ذكيه حتى الى جاوبات ما كتخليش الشعب يضحك عليكم. دابا كيبقاو يخرجوا يهضروا كيجاوب شي يوتيوبر كديروا الضحكه في راسكم، وحق الله العظيم. وتحياتي للشعب المعتقل وسط الكذوب ووسط الفساد والكسول. راه الادرع الاعلامي ديال الدوله هي الاعلام الرسمي، راه باين وواضح. اما المواقع اللي كتشوفهم كيخرجوا، اللي قلتي انت يوتيوبر بجوج ديال التليفونات وكتمحطهم، عاودي راك محط من عند الله. انت ما فاهم دابا حتى شي حاجه، وغير كتلاقي باش تجمع داك المتتبعين ديالك، وخدام تتكذب على الشعب. الاعلام الادرع الاعلامي للدوله هي الباليد ديال جيراندو، راه هو الاعلام الرسمي. ومني كتكون شي اعلان رسمي نزيدك حتى يخرج نعم سيدي في بلاغ من الديوان الملكي ولا البلاغات ديال المؤسسات، ما غير ذلك تيبقى فعل تطوعي ديال كل صحفي وصحفيه مواطنين.